بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية هذه الفقرة إن شاء الله سنتعلم بعض العبارات وبعض الكلمات من خلال قراءتنا لخبر جديد على صفحات بعض الجرائد الفرنسية. سنتحدث عن خبر ما يسمى بفلايبورت اير، آلة طائرة يطمح الإنسان إلى الطيران من خلالها. إذا نتكلم عن فلايبورت اير، كتبت عنا مؤخرا جريدة ليزيكو ثم من على موقع فرانس 24. إذا سنرى هذا الخبر: لا تكنولوجي دي فلايبورت اير بتيل شانجي الترانسبور ميليتير اي سيفيل بتيل شانجي الترانسبور ميليتير اي سيفيل. نتكلم هنا عن تقنية فلايبورت اير بتيل، هل تستطيع قبل الحال عندنا نظر بوفوار عن استطاعة بتيل، هل تستطيع هي كما نقول هاد التقنية شانجي أن تغير لو ترانسبور ميليتير اي سيفيل، هل تستطيع تغيير لو ترانسبور يعني النقل، نتكلم عن وسائل النقل ميليتير اي سيفيل العسكرية، نتكلم عن النقل العسكري والنقل المدني. إذن هل تستطيع هذه التقنية تغيير نمط النقل العسكري والمدني؟ فرانكي زاباتا هذه هي الشركة التي تقوم بتصنيع هذه الآلة. كرياتور تجي من فعل كري يعني خلق أو صنع. إذن هنا كما نقول خالقة، أو بالنسبة للمذكر نقول خالق أو صانع. إذن كرياتور دين بلانش إكيبي، إذن هي مبتكرة للوحة إكيبي يعني أنها مزودة أو مجهزة. نتكلم مثلا عن ليكيبمون، ليكيبمون يعني التجهيز. إذن لو فيرب إكيبي يعني هو فعل جهزة. إذن فرانكي زاباتا كرياتور دون بلانش إكيبي، نتكلم عن شركة اسمها فرانكي زاباتا كرياتور يعني خالقة أو صانعات، دون بلانش إكيبي يعني أنها صانعات لوحة، بلانش يعني لوحة، لوحة منبسطة، إكيبي يعني أنها مزودة، دون تكنولوجي يعني أنها مزودة بتقنية أبروبيلسيون، بروبيلسيون يعني أنها مزودة بتقنية الدفع. سنتكلموا على لغاب بروبيلسي، بروبيلسي يعني أنك تدفع بعيدا. إذن نتكلم طبعا الحال عن كما نقول نفت، إذا نتكلم عن محرك نفات يعني أنه ينفت الريحة بعيدا، يعني أنه يدفع الريحة بعيدا. مثل النفاخة، النفاخة عندما ننفخها بالريح ثم نرميها طبعا الحال فهي تخرج هذا الريح ولكن بنوعين من الضغط. إذا نتكلم عن بروبيلسيون، إذن إكيبي دين تكنولوجيا أبروبيلسيون، إذن هو مزود بتقنيات الدفع. أماركي ليزيسبري يعني أن هذه اللوحة المقصود هذه الآلة التي تسمى فلايبورد إير، إذن هذه التقنية كما نقول أثارت العقول، إذن أماركي ليزيسبري يعني أن أثارت العقول، يعني أن تركت العقول مشدوها كما نقول لور دي ديفيلي. إذا نتحدث عن إن بلانش إكيبي، إذا نتكلم عن لوحة مزودة دين تكنولوجي يعني أنها مزودة بتقنية أبروبيلسيون، مزودة بتقنية الدفع. أماركي ليزيسبري يعني أن أثارت العقول لور دي ديفيلي يعني أثناء العرض دو 14 جويلي، أثناء العرض الذي تم يوم 14 جويلي، يوم 14 يوليوز. إن تكنولوجي إذا نتكلم عن تقنية كي أنتريس لارمي فرانسيز التي أثارت اهتمام الجيش الفرنسي، كي بوغي أوسي بوتيتخ، والتي يمكنها أيضا، كي بوغي والتي يمكنها قبل الحال عندنا لوفي بوفوار، كي بوغي أوسي بوتيتخ والتي يمكنها أيضا ربما بوتيتخ يعني ربما بخوندغ لا فورم دين فواتير فولونت، والتي يمكنها أيضا ربما بخوندغ لا فورم دين فواتير فولونت، ممكن أن تأخذ شكل سيارة طائرة. إذا نتكلم عن التقنية التي أثارت اهتمام الجيش الفرنسي كي أنتيغيس، التي كما نقول تهم، جو سوي أنتيغيسي يعني أنا يهمني الأمر. إذن كي بوغي أوسي بوتيتخ بخوندغ لا فورم دين فواتير فولونت، والتي يمكن ربما أيضا
أن تأخذ شكل سيارة طائرة. إذن رونديفو أسانغات، الموعد في سانغات. رونديفو أسانغات، الموعد في سانغات. إذا نتكلم عن موعدين في سانغات بادوكالي، إذا نتكلم عن مكان من هذه المدينة اسمه لو بادوكالي. جودي 25 جويي، إذا يوم 25 يونيوز، سي دو سيت فيل، إنه من هذه المدينة. نتكلم عن سانغات. كو فرانكي زاباتا، أن فرانكي زاباتا فا ديكولي، أنها ستقلع. إنه من هذه المدينة بمعنى آخر أن هذه الشركة استطاعت الإقلاع. سي دو سيت فيل، إنه من هذه المدينة كو فرانكي زاباتا فا ديكولي، بحيث أن هذه الشركة التي تسمى فرانكي زاباتا فا ديكولي، أنها ستقلع. لافيون ديكول، الطائرة تقلع، الطائرة تقلع. وقد تكلمنا عن هذا الفعل فيما سبق، وقلنا بأنه عكس كولي. كولي يعني أنك تلصق شيئا، ديكولي يعني أنك تفرق هذا الشيء، يعني أنك تقوم بنزع هذا الشيء الملصوق. إذا نتكلم عن الطائرة ونقول عنها آل ديكول، إذا طبعا الحال عندما تفترق عن الأرض وكأنها تفك لصاقا. طائرة طبعا الحال عندما تقلع، إذا نشبهها بنزع لصاق. هنا نتكلم عن الشركة وكأننا نشبهها بالطائرة التي تقلع لتأخذ علوا معينا. إذا سي دو سيت فيل، إنه من هذه المدينة كو فرانكي زاباتا فا ديكولي، بحيث أن شركة فرانكي زاباتا ستقلع. ميني دو سون فلايبورد إير، ميني دو سون فلايبورد إير بوغ دونتي دو غالي ليكوت أنجليز أون أبوبخي 20 مينوت. إذا إنه من هذه المدينة سي دو سيت فيل، يعني إنه من هذه المدينة، بحيث أن فرانكي زاباتا فا ديكولي، يعني أنها ستقلع. ميني دو سون فلايبورد إير، يعني أن مرفوقة بهذه التكنولوجيا التي صنعتها بوغ تونتي دو غالي، من أجل الوصول لكوت أنجليز. بوغ تونتي دو غالي لكوت أنجليز أون أبوبخي 20 مينوت. إذا من أجل الوصول إلى الشواطئ الإنجليزية في تقريبا أبوبخي، يعني تقريبا أبوبخي، هذه الصيغة ككل تعني تقريبا، أون أبوبخي يعني في تقريبا 20 مينوت، 20 دقيقة. إذا بورتونتي دو غالي، عندنا لوفاب غالي، غالي يعني أنك تجمع بين شي حوايج متفرقة، يعني أنك تجمع بين أشياء متفرقة، هذا هو المقصود بفعل غالي. إذا هنا نتكلم عن هذا الطيران، وكأنه سيجمع بين هذه المدينة ثم الشواطئ البعيدة شيئا ما، كأنه سيجمع بينهما بهذا الطيران. طبعا الحال من خلال استعمال الفعل في هذه العبارة هنا وفي هذا الموضع، نحن نفهم يعني العبارة ككل من أجل محاولة ربط هذه الشواطئ بهذه المدينة، ولكن المقصود من أجل الوصول. إذا pour tenter de rallier les côtes أنجليز، يعني كما نقول من أجل الجمع أو ضم الشواطئ الإنجليزية. on a peu près 20 minutes، يعني في تقريبا 20 دقيقة. المقصود هنا هو محاولة الوصول إلى هذه الشواطئ في تقريبا 20 دقيقة، في تقريبا 20 دقيقة. إذا 70 ans، يعني 110 سنة après le premier survol، بعد 110 سنة من أول رحلة. دو لا مونش سيرفول، رحلة. سيرفول تجي من فعل سيرفولي، سيرفولي يعني أنك تحلق فوق، كما تنشوفو عندنا سيور يعني فوق، فولي، فولي يعني طارة. إذا كما نقول طارة فوق، المقصود أنك تحلق فوق. إذا هنا عندنا سيرفول، إذا المقصود به طيران فوق، بما نعبر عنه نحن برحلة جوية. إذا 70 ans après le premier survol de la Manche par l'aviateur لويس بليريو، بعد 110 من أول رحلة فوق هذه القناة، المقصود فوق هذا المفترق، فوق هذه المسافة، من طرف لافياتور، من طرف الطيار لافياتور لويس بليريو، والذي يسمى لويس بليريو، celui qui est surnommé l'homme volant، ذلك الذي لقب l'homme volant، الرجل الطائر. كونت، كونت يعني عدة، ولكن لو فيرب كونت كما عندنا هنا يعني أحيانا نوى. إذا هنا
بأن هذا الرجل الطائر الملقب بالرجل الطائر ينوي أوسيماركي ليزيسبري، يعني أنه ينوي أيضا كما لو نقول أن يثير العقول افاك سومنجه بآلته من خلال آلته. لانجه يعني الآلة، إذن يريد أن يثير العقول من خلال هذه الآلة، من خلال آلته كما عندنا هنا افاك سومنجه سيت بلانش إيكيبي، هذه اللوحة المزودة، هذه اللوحة المزودة دون تكنولوجي أبروبيلسيون، المزودة بتقنيات الدفع. Cette planche équipée d'une technologie à propulsion inventée en 2016. المخترع inventée يعني أنا مخترع en 2016 يعني في 2016 a déjà fait forte impression، يعني أنه من قبل a déjà يعني أنه من قبل fait forte impression يعني أنه فعل انطباعا قويا، أنه فعل إحساسا قويا lors du défilé du 14 juillet dernier. يعني أنه فعل إحساسا قويا عند الناس المقصود أثناء lors du défilé أثناء العرض du 14 juillet ل 14 يوليوز dernier الأخير، المقصود نتكلم عن شهر 7 الأخير. l'appareil يعني الطائرة أو الآلة، l'appareil يعني الطائرة عندنا هنا كي يميني يعني التي هي مزودة، طبعا الحال منيع هي زودة أو موانة، منيع مقصود به زودة أو موانة. إذن هنا نتكلم عن لاباغاي كي ميني، آلة أو طائرة كما عندنا هنا كي ميني التي هي مزودة. طبعا الحال منيع كما رأينا فيما سبق ممكن أن تأتي بمعنى مرفق، طبعا الحال أنك مرفق بشيء ما كأنك مزود به. إذن كي ميني التي هي مزودة دو توربو رياكتور، دو توربو رياكتور permettant de voler jusqu'à 190 كيلومتر à l'heure. إذا لاباغاي طائرة كي يميني التي هي مجهزة كما عندنا هنا كي يميني دو توربو رياكتور، توربو رياكتور نتكلم عن محرك توربيني. طبعا كما نرى توربو رياكتور أنه مكون من كلمتين، نتكلم عن لا توربين، لا توربين مقصود بها محرك مكون من عجلة، هذه العجلة ترتبط بأجنحة صغيرة على جانبها كما هو حال المروحة، المروحة التي نعتادها تدفع الريح طبعا الحال عند دورانها هي مكونة من عدة أجنحة على الجوانب. إذن نفس الشيء بالنسبة للمحرك الذي يسمى لا توربين. النصف الثاني من الكلمة هو رياكتور، رياكتور المقصود به نفاث، إذا نتكلم عن محرك توربيني المقصود بأن محرك مكون من عجلة مرتبطة بعدة زعانف أو بعدة أجنحة صغيرة، عند دوران هاد العجلة تدفع الريح من خلال هاد الأجنحة الصغيرة. رياكتور يعني أنه نفاث، بطبيعة الحال مادام أن هناك دوران ومادام أن هناك دفع للريح إذا نتكلم عن نفت هذا الريح، يعني دفع هذا الريح بقوة. إذا نتكلم على لاباغاي كي يميني دو تيبو رياكتور بيرميتون دو فولي جوسكا 190 كيلومتر ألوغ، نتكلم عن آلة مزودة بمحرك توربيني بيرميتون، تنتكلم على ذا بيرميتر يعني مكنة، بيرميتون يعني ممكن، الذي يمكن، إذا مزودة بمحرك توربيني ممكنا كما نقول بيرميتون دو فولي يعني ممكنا من الطيران دو فولي جوسكا 190 كيلومتر ألوغ، إلى حدود جوسكا إلى حدود 190 كيلومتر ألوغ، إلى حدود 190 كيلومترا في الساعة. افاك إن أوتونومي، الأوتونومي المقصود بها الاستقلالية، افاك إن أوتونومي إذا هنا تأتي بمعنى بمدى، افاك إن أوتونومي دين ديزان دي مينيت على مدى 10 دقائق، افاك ان اوتونومي دون ديزان دو مينوت. اذا هذه الاله المزوده بهذا المحرك انها تمكن من الطيران الى حدود 190 كيلومترا في الساعه وعلى مدى 10 دقائق. ما بلاسي انسونسيبل لارمي فرونسيز، ما بلاسي انسونسيبل لارمي فرونسيز يعني انها لم تترك بدون احساس الجيش الفرنسي. انسونسيبل يعني انه غير حساس،
سونسيبل يعني انه حساس. اذا ما باليسي عندنا لفيرب لاسليس يعني تركها. هنا عندنا لا باليسي يعني ان لم تترك. اذا نتكلم عن هاد لا باغاي كيميني الى اخره الى اخره. لا باليسي يعني ان لم تترك. انسونسيبل انسونسيبل يعني بدون احساس. لارمي فرونسيز الجيش الفرنسي. L'histoire était pourtant mal engagée au début. L'histoire était pourtant mal engagée au début. À tarikh kana. L'histoire était. Adna le verbe être. L'histoire était. Yani anna tarikh kana. Tarikh hadi sharika kan. Pourtant. Yani ragma dalik. Mal engagée au début. Yani annahu kana mal engagée. Taba bhal adna le verbe engagé. Engagé yani annaka tarhanu shay'an. Engagé. المقصود به متر انجاج. متر انجاج يعني انك تجعل شيئا لوجاج المقصود به العربون او الرهن. اذا انجاجي انجاج المقصود به انك تشارك بشيء او ترهن شيئا او تدخل شيئا في امر ما. ليستوار ايتي بورتون مال انجاجي او ديبي. مال انجاجي او ديبي يعني ان التاريخ كان في البدايه كما نقول سيء الرهن. كما نقول رهانه سيء في البداية. إذا نتكلم عن تاريخ هذه الشركة بأن أول بداياتها كان سيئا. هذا المقصود. أول بدايتها كان صعبا. L'histoire était pourtant mal engagée au début. إذا التاريخ كما نقول كان رهانه سيئا في البداية. المقصود بأن هذه الشركة لم تجد من يأخذ معها نفس الرهان. هذا هو المقصود. إذا هذه الشركة لم تجد من يأخذ معها نفس الرهان ثم يساعدها في مسارها. الأمر هنا يعني الحكومة الفرنسية التي كما سنرى بأنها لم ترخص لها في الطيران. إذا ليستواغ إيتي بورتون مال أونجاجي أو ديبي. لينوفاسيون دو فرانكي زاباتا أفا إيتي أنتيرديت دو فول أون 2011 بور نو ريسبي دي ريغل دو فول. pour non respect des règles de vol. إذن كما قلنا بأن بداية هذا التاريخ كان سيئا. لماذا؟ لينوفاسيون دو فرانكي زاباتا. إذن ابتكار هذه الشركة التي تسمى فرانكي زاباتا avait été interdite. يعني أنه كان ممنوعا. دو فول avait été interdite دو فول. يعني أنه كان ممنوعا من الطيران. إذن هذا الابتكار كان ممنوعا من الطيران en 2011 يعني في 2011 pour non respect des règles بسبب عدم احترام القوانين. pour non respect des règles de vol. هذا الابتكار كان ممنوعا في 2011 من اجل ماذا؟ non respect عدم احترام. نتكلم على لو فيرب respecter. لو فيرب respecter يعني احترام. عندنا لو respect يعني الاحترام. pour non respect لسبب عدم احترام. pour non respect des règles de vol بسبب عدم احترام قوانين الطيران. تنتكلم على لوفاغ فولي. نتكلم على لوفاغ فولي يعني فعل طار. إذن لي غيغل دو فول قوانين الطيران. بور نو ريسبي بسبب عدم احترام دي غيغل دو فول. بور نو ريسبي دي غيغل دو فول من أجل عدم احترام قوانين الطيران. إذن المقصود بسبب عدم احترام قوانين الطيران. par la suite المقصود من بعد. المقصود في وقت لاحق. son fabricant avait menacé de quitter la France. son fabricant يعني ان مخترعه. نتكلم على الفيرب فابريكي يعني فعل صنع. اذا صانعه المقصود نتكلم عن هذه التقنيه. نتكلم عن هذا الابتكار. اذا نقول صانعه المقصود هنا الشركه التي صنعت هذا الابتكار. اذا par la suite يعني فيما بعد son fabricant يعني ان الشركه التي تسمى فرانكي زاباتا اذا هذه هي صانعه هذا الابتكار. اذا son fabricant avait menacé يعني انها هددت. menacé المقصود به هدد. اذا ما دام انها منعت فهي هددت. هددت لماذا؟ avait menacé de quitter la France يعني انها هددت بترك فرنسا. et avait proposé son concept à l'armée américaine. ثم أن اقترحت تصورها على الجيش الأمريكي. qui avait failli. هنا عندنا الفعل faillir. faillir المقصود به يكاد.
إذن يكاد ماذا؟ كي أفي فاي غاشتي لونتخوبخيز فرونسيز، يعني الذي كاد يشتري الشركة الفرنسية، الذي كاد يشتري الشركة الفرنسية. Passible de poursuite judiciaire en cas de nouveau vol. طبيعة الحال passible مقصود بها مستحقة. Qui doit subir. Qui doit subir. التي يجب عليها أن تتلقى. إذا نتكلم على الشركة أن مستحقة de poursuite judiciaire. كما نقول متابعة قانونية. إذا ستكون عرضة للمحاكمة en cas de nouveau vol. في حالة طيران جديد. السلطة الفرنسية قالت لهذه الشركة إذا عدت للطيران مرة أخرى فأنت ستتعرضين للمحاكمة. إذن فعرضت تصورها على الجيش الأمريكي فكاد يشتري هذه الشركة. C'est dans ce contexte de tentative d'obtention d'autorisation de vol causant par ta industrie et l'armée vont se rapprocher. C'est dans ce contexte. وفي هذا السياق إنه في هذا السياق كما نقول c'est dans ce contexte إنه في هذا السياق. وفي هذا السياق طبعاً الحال نتكلم عن كلمة في السياق. مثلا عندما نقول تلقى المنتخب الإيفواري ضربة، إذن كلمة ضربة هنا لا تعني الضرب المعروف، إذن المقصود أن كلمة تعني صدمة. إذن كلمة ضربة كما نرى هنا لها سياق آخر، لها معنى آخر في مجموعة كلمات، إذن هي تؤدي معنى آخر. إذن كل كلمة يتغير معناها حسب سياق الكلام، حسب المضمون ديال العبارة ديال النص إلى آخره. إذن نتكلم عن السياق، سياق الكلمة المقصود به ما يحيط بالكلمة، ما يحيط بالكلمة من معاني. إذن هذه الكلمة ستأخذ معنى معين تبعا لهذه المعاني. نفس الشيء هنا نتكلم عن هذا الابتكار الذي جاء في سياق ما، أتى في ظروف ما. C'est dans ce contexte. وفي هذا السياق de tentative. سياق ماذا؟ سياق المحاولات. إذن قبل قليل رأينا le verbe tenter. Le verbe tenter يعني فعل حاول كما قلنا لتعني essayer. C'est dans ce contexte de tentative. وفي هذا السياق من المحاولات ماذا؟ d'obtention d'autorisation de vol. يعني محاولة نيل. d'obtention تجي من فعل obtenir يعني نالة. obtention نيل. إذا المقصود هنا حصول. إذا محاولة الحصول d'autorisation محاولة الحصول d'autorisation على الرخصة de vol رخصة الطيران causa par ta industrie التي طبعا حال شركة زاباتا اندستري كما نقول زاباتا الصناعة زاباتا الصناعات الارمي ثم الجيش فون سابخوشي انهم سيقتربان يعني انهم سيتقاربان. اذا فالمحاولة ديال التهديد انها ستترك فرنسا ان لم يصرح لها بالطيران. اذا طبعا حال في هاد الظروف انه بدأ هناك تقارب بين هاد الشركة التي تسمى زاباتا اندستري او بيان فرانكي زاباتا الارمي والجيش. الارمي والجيش فون سو ابخوشي يعني انهم سيتقاربان، سيبدا هناك تقارب ثم يسمح لها بالطيران. وبعد ان قدمت هذه الشركه استعراضا من خلال ابتكارها امام قوات خاصه فرنسيه تم دعم المشروع بواحد مليون فاصلة ثلاثة اورو لتحسين هذا الابتكار الذي يسمى فلايبورد مع إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا طبعا الحال الأغراض العسكرية في السنوات المقبلة. إذا طبعا الحال الاستعمال ديالها كيف سيتم؟ مثلا تسلق العمارات العالية، إذا سيتم من خلال هذا الابتكار بدل تسلق هذا العمارات من خلال الدرج الذي يكون مليئا بالمخاطر، مثلا نقل الجرحى مثلا في ميدان المعارك مثلا، بل يتم التفكير في هذه التقنية لاستعمالها في نقل بعض التموينات إلى آخره. أيضا تبني هذه التقنية ليس بالضرورة تبني آلة فلايبورد آير، ليس بالضرورة تبني هذه الآلة، بل ممكن أن تستغل الفكرة في اختراعات أخرى ولكن ذات أهمية وذات
التطبيقات أكبر. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.